والله عندي مريض بس قاعد يعاني المريض، يعني يطلعوا على الصيدليه مالته الخاصه، يعني ينهي بالعلاجات، يكتب له علاجات ما الا من الصيدليه الا هو شخصيا صيدليته ينطيه، يعني الا من صيدليته ما يقول له العلاج جيبه من غير الصيدليه، ويعني اسعار حيل حيل غالي. يعني المريض كل يوم نجيب له علاجات؟ طبعا كل يوم نجيب له علاجات، يعني الساعه عندي مريض هنا بالمستشفى قاعد يعاني علاج شيء ما يعني ماكو احد رقابه انه يراقب الصيدليات. اخر راجيتها وديتها ايش قد بلغ المبلغ؟ 60,000. 60 اخر وحده؟ 60,000. وانت مستمر؟ مستمر. زين، شو وجه نداء للدوله؟ شو تقول؟ والله ناشدهم خلهم يراقبون الصيدليات، خلهم يشوفون العالم تعبانه، يعني مرات ينطي الراشيته يطب على جسمه يقول له 100,000، اما 75,000 يقول له ما عندي، يسحب الراشيته يروح المريض له بس يطب على الدكتور. زين، تعتقد ابو الصيدليه بكيفه لو ابو المذخر لو من يتحمل المسؤوليه؟ احنا ما نقول يعني بكيفه، بس هو يعرفون بالشيء خلون رقابه عليه، يعني رقابه. شو نسوي احنا حتى نخلي قانون يحكم الطبيب بالسعر هو والصيدلية؟ الحكومة لازم تسوي هاي الرقابة، تقوى الرقابة وتتابعهم هي ما يغلى الأسعار، إذا هي طبعا بلا رقابة طبعا الأسعار تغلى بكيفه، كل من يسوي بكيفه. لازم يخفي الأطباء، الأطباء لهم نسبة ويا الصيدلية، يكتب الكشفية ما يعرف فيها أي صيدلية تودية، ما يعرف إلا اللي متعامل معه. الأطباء يعني الكشفية مالتهم غالية أيضا؟ لا الكشفية زينة، يعني على مناطق يعني حيل زينة، أكو ناس حالتها تعبانة يعني ما عندها، يعني المفروض الدكاترة يساعدونهم هذول الطبقة الفقرة، أكو ناس عندها أكو ناس ما عندها. عندك مريض أنت؟ مريض ابن عمي، مريض عمي يعني عندي قرابتي المريض. الأدوية اللي أخذتها ايش قد سعرها؟ والله هسه قبل شوية رحت مكان قريب مني أنا يطلب علي 85-90، هسه جيت هنا يطلب علي 50، يعني فرق بين يعني فرق بين النص، يعني وين ال 50 وين ال 90، هو نفس العلاج. عموما انه اسعار الادويه عاليه وغاليه. عاليه اي، بس اكو حسب الضمير اللي يبيع، يعني اكو من ما عنده ضمير، اكو من ما عنده ضمير حج السامع، يعني حسب هو ضميره. حاليا بالاونه الاخيره وشفنا انه اسعار الادويه يعني ارتفعت بشكل ملحوظ، يعني ادت الى عدم قدره المواطن الى شراء كل الادويه المطلوبه، حتى عندنا المستلزمات الطبيه هم من عندكم، يعني شنو رايك من هو مسؤول عن ارتفاع الاسعار؟ اول شيء رحب بكم، ثاني شيء ارتفاع الاسعار هو يعتمد على شغلتين، اول شيء ارتفاع الدولار اثر كلش على المواطن، يعني ما بس اثر على المستلزمات والادويه، على كل شيء اثر، على المواد الغذائيه، على النفط، على كل شيء اثر. الشغله الثانيه الاستيراد شويه، يعني الاستيراد ما مثل قبل سهل، يعني مكلف هسه، مكلف النقل من بلد المنشا الى المكان اللي على المستهلك كلش مكلف، يعني ياخذون عليه ضرائب مثلا، ياخذون عليه ضرائب ونقلهم، يعني النقل صار في اثنين، يعني اذا كان النقل ب $100 هسه صار $200 دبل. ومن يدفع هاي الضريبه؟ هو احنا والمواطن اثنين. انت والمواطن اثنين؟ ايه اثنين واقعين بيها. المحصله الرئيسيه المواطن دي يدفع، هو المواطن. زين، ومن تدخل الجهات المعنيه لتقليل هذه الضرائب حتى ماكو، ما شفنا اي شيء من الجهات المعنيه انه تتدخل او تقلل من 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 كاهل المواطن او تقلل الضرائب او لا، يعني بالعكس بس المواطن واقع بيها واحنا بالواجهه. احنا يقول لك ليش رافع الماده؟ يابا انا ولو بالنسبه لي انا يعني الحمد لله والشكر الله، يعني ماكني انه ما ارفع ماده بالشكل الكبير اللي تاثر على المواطن، والحمد لله احنا ناس يعني سمعتنا بالسوق زينه، الراعي المواطن.